اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مع معالي السيد محمد عبد الله الحضرمي وزير خارجية الجمهورية اليمنية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وقد أكد معالي وزير الخارجية اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات الأخوية الراسخة مع الجمهورية اليمنية وحرصها على تعزيز تلك العلاقات في شتى الأصعدة، مجددا معالي موقف مملكة البحرين الثابت الداعم للجهود الهادفة لإعادة الأمن والسلم إلى الجمهورية اليمنية، مؤكدا أن مملكة البحرين والأشقاء في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية سيواصلون جهودهم ومساعيهم للتوصل لحل سلمي يحفظ لليمن وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، ويضمن تحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار. من جانبه عبر معالي السيد محمد عبد الله الحضرمي عن عميق تقدير أبناء الشعب اليمني للمواقف الأخوية الثابتة لمملكة البحرين ودعمها المتواصل للجمهورية اليمنية على المستويات كافة ومساعيها الدؤوبة لأجل تحقيق الأمن وتعزيز الاستقرار في اليمن.